مشاهدينا بنرحب بحضراتكم مره تانية وجي معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. ولهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مستمر في شده حرارته، ده غير ان هيكون في رطوبه على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حار رطب على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل الحراره رطب على كافه الانحاء، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبه بالنهار، وده بيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين الى 3 درجات. خلونا نتعرف عن تفاصيل اكتر عن حاله الجو معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. عايزين نطمن منك عن حاله الجو الفتره دي، خاصه ان احنا بقالنا كذا يوم كان في ارتفاع في نسب الرطوبه وكان في كمان ارتفاع في درجات الحراره. بالفعل يمكن احنا الاسبوع الماضي كنا بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره، وكان متوسط درجات الحراره ما بين 36 وال 35 درجه مئويه على القاهره الكبرى. من اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع هيستمر ارتفاع درجات الحراره على كافه الانحاء، وبالتالي كمان في ان متوسط درجات الحراره هتكون ما بين 36 و 37 درجه مئويه، يعني هيكون في ارتفاع عن الاسبوع الماضي بحوالي درجه. مستمرين طبعا في ارتفاع درجات الحراره، اغلب الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط مع امتداد منخفض الهند الموسمي، يعني في ارتفاع كمان في نسب الرطوبه هتستمر معانا على مدار هذا الاسبوع. ارتفاع درجات الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه مع كمان زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فترات النهار، كلنا طبعا عارفين ان التعرض المباشر لاشعه الشمس بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ارتفاع نسب الرطوبه دايما بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، يمكن كمان هو عامل مهم جدا في فصل الصيف، بيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى دايما من القيم اللي انا بقولها بحوالي من درجتين لثلاث درجات. يعني لو احنا من اليوم بنقول المحسوسه على المقاسه على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، فالمحسوسه هتوصل ل 38 و39 درجه مئويه، يعني الاجواء بصفه عامه خلال فترات النهار اجواء شديده الحراره رطبه خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، اجواء مائله للحراره خلال فتره النهار ايضا على سواحلنا الشماليه، ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط. ارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه ايضا كمان هنحس بيه خلال فترات الليل، يمكن احنا نحس خلال فترات الليل بالاجواء المائله للحراره خلال فترات الليل على اغلب المناطق الموجوده او المناطق الداخليه الموجوده في القاهره الوجه البحري جنوب البلاد، الاجواء بتكون اجواء نقدر نقول معتدله رطبه على سواحلنا الشمالية خلال فترات الليل، فاحنا هنحس بارتفاع درجات الحرارة فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل. على مدار هذا الاسبوع الارتفاع في درجات الحراره ده مكمل زي ما بنقول، كمان يمكن احنا مع نهايه الاسبوع العظمى هتوصل ل 37 درجه مئويه، فاحنا مهم جدا خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل مهم جدا ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر، لان الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مهم جدا لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع في فتره الظهيره يبقى دايما معايا غطاء لراس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. مهم جدا ان انا اتواجد في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه العاليه اللي موجوده في الجو. خلينا نقول ان نسب الرطوبه بتتجاوز ال 80% على القاهره الكبرى خلال فترات الليل، تجاوزت 90% على سواحلنا الشماليه، فاحنا هنحس بنسب الرطوبه كمان خلال فترات الليل، خاصة ان كمان في بعض الليالي مش هيكون في نشاط لرياح، دايما احنا عارفين لما بنسمع ان في نشاط لرياح بنحس ان الجو هيكون رطب فعلا. بالظبط، نشاط الرياح دايما بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه وبيقلل احساسنا بارتفاع درجات الحراره، لكن احنا على مدار هذا الاسبوع نشاط الرياح هيكون نسبي مش هيكون قوي زي الليالي الماضيه، فهنحس اكتر كمان معاه بارتفاع درجات الحراره. فكمان مهم جدا ان احنا خلال فترات النهار نرتدي الملابس القطنيه فاتحه اللون، ده هيساعد على عدم امتصاص اشعه الشمس. كمان مهم جدا ان احنا يبقى دايما نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وان شاء الله الايام دي تعدي على خير. خلينا ناكد ان احنا في فصل الصيف، ذروه في شهر 7 ذروه فصل الصيف وذروه ارتفاعات نسب الرطوبه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات او اعلى من المعدلات في المعدل الطبيعي في الوقت ده من السنه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل، وهنبداها من القاهره العظمى 36 والصغرى 25، اسكندريه 31 24، مطروح 29 22، سوى 36 22،
بورسعيد 31-25، دمياط 32-25، إسماعيلية 37-25، السويس 36-25، نويبع 36-26، كاترين 35-19، طابا 36-25، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28، الفيوم 37-24، بني سويف 37-25، المنيا 38-25، أسيوط 39-25، سوهاج 39-25، قنا 40-26، الأقصر 41-27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 39-27، شلاتين 38-26، وأخيرا حلايب 36-27. طمنا حضراتكم عن حالة الجو. الجو في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال الأسبوع ده، وده يعني خلاص احنا في فصل الصيف، وده لازم نعتاد عليه خلال الأيام دي. هرجع مرة تانية لمحمد وجمانة عشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.